بسم الله، ده ال AEC BIM بروتوكول، وده لما بعمل كود لأي شركة بعتمد عليه بصورة أساسية. ده الفهرس من النقط الموجود في الكتاب، وبعد كده بيبدأ يشرح لك إن ال AEC ده اتعمل سنة 2000، وبعد كده بدأ يتحسن كل شوية، وهو تعاون لوزارات كتيرة في بريطانيا وفي بعض الهيئات، وبيبدأ يشكر الناس اللي شاركت في الكتاب. وبيقول لك ان الكتاب ده هيدرس ايه او هيناقش ايه الحاجات اللي هو اهتم بيها، وايه الاكواد التانية اللي بتتكامل مع الكود دوت، وهتلاقيهم موجودين ان شاء الله في الشرح بتاع البيم ده، اللي هو البيم بروتوكول اللي هو ديسكريفت. هو نفس الكلام دوت، بس بدأ يقول لك ازاي تعمله على برنامج الريفت، وازاي تعمله على البنتري، وازاي تعمله على الاركيكات. وبيقول لنا الريفرنس لبعض الكتب اللي استعانوا بيها في الكتاب ده، زي البي اس 1190 2007، وده كان خاص بالكاد، كان ازاي تظبط الليارات والحاجات ديت. وفي جهات كتيرة في الوطن العربي مشغلة بالكود دوت. وبعد كده البي اس 1192 الجزء الثاني 2012، وفي واحد جزء ثالث ورابع وخامس وسادس، وفي البي اس 8541 اند بي اس 8541 الجزء الاول والثاني، ولي سي كاد ستاندرد لاير كود وادفانسد لاير كود. وبعد كده بيدخل بقى في التعريفات، ايه هو تعريف البيم؟ ان انت تعمل نموذج وتقدر تعمل كوردينيشن للمباني قبل ما تشتغل في الموقع. كومبوننت اسمبلي، الورك ان بروجريس، شيرد بابلش، كل الحاجات دي هنقابلها ان شاء الله واحنا شغالين في الكتاب. هنا بيتكلم على البروجكت بيم اكسكيوشن بلان، دي اللي هي الوثيقه اللي بتحدد مسؤوليه وصلاحيه الناس اللي شغاله في المشروع، وبيبقى فيها جداول تسليم، وبيبقى فيها معلومات عن المشروع، دي زي اتفاقيه بين المالك والجهه اللي بتعمل الموديل، تمام. بيبقى فيها كل حاجة ما عدا الأمور المادية، المفروض دي موجودة في العقد. هنا بيقول لي إن في بعض الوظائف، هنا هو قاصر على 3 حاجات: البيم مانجر والكوردينيتور والموديل. البيم مانجر مطلوب منه إن هو يعمل الكوردينيشن، مطلوب منه إن هو يدرس بعض الأمور، يعني أفضل برنامج هنشتغل بيه، البروسيسز، ورك فلو، مسار الشغل في الشركة عامل إزاي، الستاندرد، الامبلمنتيشن ازاي يطبق البيم، يعمل تريننج والاكسكيوشن بلاي، تمام. دي جزء الحاجات الاستراتيجيه، هو بيشتغل في كل الحاجات ديت، تمام. والجزء بتاع المانجمنت، وعندنا جزء انتاج الموديل. هو ملوش دعوه بجزء انتاج الموديل الا لو حد كان شغال حصلت له مشكله فيلجأ للبيم كوردينيتور، ما قدرش يحلها بيلجأ للبيم مانجر، فالمفروض البيم مانجر عنده خبره تأهله ان هو يحل المشاكل اللي موجوده، او يدور على النت، او يسأل حد. المهم ان هو يحل اي مشكله تواجه الشباب. الكوردينيتور ملوش دعوه بالاستراتيجيه غير في موضوع التريننج، وبعد كده هو اهم حاجه عنده في المانجمنت ان هو يعمل اكسكيوشن بلان، ان هو يتاكد ان الموديل سليم، ولو في اي مشكله يحلها، ان هو يعمل كوردينيشن، ان هو ينشئ فاميلي. لو هو دخل في الجزئيه دي او في الجزئيه دي، تمام، يعني لو هو بدأ يرسم بنفسه هيهمل وهيقع منه بعض الحاجات، فالمفروض كل واحد عارف المهام بتاعته ويلتزم بيها. الموديلر المفروض ان هو ملوش دعوه بجزء الاستراتيجي ولا ليه دعوه بجزء المانجمنت غير في الجزء اللي هو انشاء الاوبجكت او الفاميلي، هو المسؤول عن الموديلنج والدروينج. لو هو قاعد يشوف المانجمنت والاستراتيجي هيهمل انتاج الموديل. ونفس الشيء بالنسبه للبيم مانجر، لو هو قاعد طول الوقت بيحبه يشتغل بايديه، فقاعد يشتغل بايديه هيهمل الحاجات ديت. فهو لازم لما يخلص دي ولا عنده وقت فراغ عايز يساعد ماشي، بس هو لازم يكون خلص المهمه اللي عليه. التطوع لا يقدم على الفرض. الاستراتيجيه هنعمل بروسيسز، وهنعمل امبلمنتيشن، ونعمل تريننج البيم مانجر. الجزء الاداري اللي هو البيم اكسكيوشن بلان، الاوديتنج بيم، الكوردينيشن، انشاء الاوبجكت. هنا بقى الجزء الخاص بالبرودكشن اللي هو المودلر ينشئ الشغل والعناصر.
بروجكت بيم اكسكيوشن بلان مهم بالنسبه لنا ان انت تكون حاطط الاهداف من استخدام البيم، الاستاندارات اللي هنشتغل عليها، البرامج، الاجهزه، اللقاءات هتبقى اسبوعيه والتواريخ بتاعتها، ممكن تبقى نص اسبوع، ممكن كل اسبوعين، مين اللي هيحضر الاجتماعات ديت، ازاي هنبعت الشغل بعد ما يخلص، هل هنبعته بالامتداد الاصلي ولا هنسيفه دي دبليو جي ولا بي دي اف. في كذا نوع من انواع الاجتماعات، في اجتماع لبدايه المشروع كيك اوف، فبيبقى قاعد اطراف الاداره في المشروع بيتناقشوا هتعمل البيم ازاي، مين اللي هيسلمه، مين اللي هيستلمه، فده الادارات هي اللي بتبقى موجوده فيه. وبعد كده بيم ريفيو بنبدا نراجع نشوف لو في اي مشاكل. ندخل بقى على الكوماند داتا انفايرمنت، دي لازم الشباب يكونوا فاهمينها كويس جدا. ان انا هيبقى عندي اربع فولدرات على لكل مشروع، في فولدر اسمه ورك اون بروجريس، ده بيبقى مثلا فيه شغال كل قسم لوحده، يعني المعمار لوحده والانشاء لوحده وكهرباء ميكانيكا لوحده، ما حدش فيهم شايف شغل التاني. تمام، لما بخلص بروح نقله على فولدر اسمه شيرد، المعماري بيحط شغل الشيرد وبيعمل لينك مع الانشائي وكهرباء ميكانيكا، والانشائي بيحط شغل على الشيرد ويعمل لينك مع المعماري والكهرباء ميكانيكا، والكهرباء ميكانيكا بيحط شغل على الشيرد ويعمل لينك مع المعماري والكهرباء ميكانيكا. الشغل كله هنا ورك ان بروجرس، واللينكات مع الشيرد. طب ليه ما نبقاش شايفين بعض؟ لان ممكن اكون انا بعدل في حاجه لسه بفكر فيها وانت عملت اللينك، فتاخد الشغل بتاعه هو مش كامل. يعني انا لسه بفكر عايز اوسع مثلا الغرفه دي، فعايز اضم غرفتين على بعض، ممكن انا عندي غرفتين متقسمين على بعض وانا عايزهم ثلاثه، فلغيت الحائط اللي في النص ولسه احط الحائطين التانيين. انت شفت الشغل كده وبدات تشتغل ان هم كلهم غرفه واحده، فحصل المشكله. تمام، طيب هنا لما الشغل اللي بقى ممتاز وهنبعته بقى للعميل بحطه هنا في البابلش، بحيث ان الاطراف اللي خرج الشركه تقدر تشوفه. وكل فتره باخد الشغل هنا واحطه في الاركايف، ده ممكن فولدرات عادي، يعني رايت كليك نيو فولدر وتعمل. المهم ان الناس تبقى فاهمه ان هو ما يبصش على الشغل هنا، يبقى يبص على الشغل هنا. تمام، الورك ان بروجريس ده الشيرد، الشيرد اهوت عندي الاستراكشر موديل بيشغل على الورك ان بروجريس وبيحط شغله هنا. تمام، وبيربط مع اللينكات اللي هو شايفها، هو شايف الاركتكشر وشايف الام اي بي، هو مش هيشتغل على الاستراكشر، يعني الحاجات اللي على الشيرد دي ما حدش بيشتغل عليها، بنسحبها بس ايه لينكات. يعني انا عندي كاستراكشر هيبقى عندي موديل انا شغال عليه وباخد كوبي منه احطه هنا بحيث ان الناس الثانيه تشوفه. تمام، وده انا اسحب الاركتكشر والام اي بي عندي في الاستراكشر موديل، ما اقدرش اسحب الام اي بي وما اقدرش اسحب الاركتكشر اللي هو في الورك اون بروجريس. يبقى معروف ان شخص معين هو بس اللي يقدر ينقل الشغل من هنا لهنا، وفي اوقات معينه ممكن نتفق مثلا يوم الخميس. تمام، او يوم الثلاث، ملوش لازمه في الاسبوع، ممكن نتفق يعني يوم معين بنتفق ان كلنا نعمل بابلش. تمام، هنا بقى بيتكلم على الجزء بتاع الداتا سكيورتي. تمام، ان ما ينفعش اي حد ياخد الشغل ويخرجه بره. تمام، ازاي نحمي الملفات انها ما تتدربش، يبقى في باك اب. هنا بنتكلم على التكامل بين البرامج، فلازم تقدر لو انت شغال على سوفت وير تقدر تشوف الموديل الاخر وتقدر تتكامل معاه وتاخد المعلومات اللي انت عايزه منه. ازاي نقدر ننقل بين البرامج المختلفه؟ طبعا في امتدادات زي الاي اف سي تقدر تنقل، لو انت شغال على برنامج تقدر تعمل لينك مع الاي اف سي، اصبحت البرامج بتاعت البيم كلها بتعمل امبورت واكسبورت ولينك مع الاي اف سي. طيب دلوقتي لو انا عندي المشروع كبير ولو اتعامل كله على موديل واحد هيبقى في مشكله. تمام، فبنبدا بقى نفكر ازاي نقسمه. اولا لو في اكتر من مبنى يبقى كل مبنى في ملف ريفت لوحده، يعني لو انا عندي مجموعه من الابراج ممكن اخلي كل برج لوحده، ولو في بيزمنت مشترك يبقى كل البيزمنت المشترك في ملف لوحده. تمام، وممكن الاركتكشر لو البرج كبير نقسمه مثلا على ثلاث مرات حسب الفلور، يعني من الفلور مثلا الجراوند لحد العاشر ده في ملف، ومن ال 11 لل 20 في ملف، وبعد كده في ملف اخر. تمام، في الاستراكشر بنشوف بقى الاستراكشر مثلا في جزء معين متصل ببعضه فخليه في ملف لوحده، لو في قطع يبقى القطع ده في ملف لوحده، فنبدا نقسم بحيث ما تجيش تلاقي نص شغل هنا في ملف ونص شغل في ملف تاني، فتحرك هنا يمين ما يتحركش معاك هنا، فيبقى احنا فقدنا قدره البيم. الميكانيكال ببدا برضه اشوف ايه نقط الاتصال وابدا اشوف إيه ينفع مثلا، لو انا عندي مثلا زونه كبيره جدا وفيها كذا
مكان تبريد وكده، وكلهم عاملين نظام مع بعض، فدول يبقوا في ملف لوحدهم. وممكن نقسم التكييف لوحده والتهوية لوحديها، وبرضه في الصحي نقسم برضه كل سيستم لوحده، فده ممكن يخلي الملف خفيف. الإلكتريكال شغل خفيف، الإلكتريكال يعني في العادي حتى لو مشروع كبير بنخلي كل إلكتريكال مبنى في ملف لوحده. بنتفق برضو لو انا عندي كذا شخص شغال على نفس المشروع، هيتم تبادل المعلومات ازاي والحفظ ازاي، وان احنا نعمل ورك سيت لكل شخص او لكل تقسيمه. يعني بنبدا نتفق على طريقه الشغل، وبالشرط ان في حاجه هي الصح ولا كله غلط، لا كل مشروع بنشوف الانسب ليه ايه. ودي بقى بنبدأ في الأول بنعمل موديل بسيط جدا ال ودي 1 أو ال ودي 100 حسب الكود الأمريكي والبريطاني، وبعد كده بنزود ال ودي 200 300 وهكذا. تمام، واحدة واحدة بنبدأ نطلع بالشغل بتاعنا. تمام، في بعض الحاجات ممكن تحطها 2D لأن هي مش هتنفع في 3D، هتاخد منك وقت مجهود كبير، فأنت ممكن بعد ما تاخد السكشن بتاعك تبدأ تحط بعض الخطوط اللي توضح الشغلانة ديت، لأنها بتبقى ممكن تكون في صعوبة أو هتاخد وقت كتير إن أنت تقعد تعملها في قلب الموديل. الورك أون بروجرس بتعمل الموديل، وبعد كده تبدأ تاخد أي فيو أنت عايزه وتطلع الاسكادولات وتبدأ تحطه في قلب الشيت بتاعك. وهنا بنبدأ نحدد الوحدات، بنبدأ نكتب الكود ده، هتبدأ مثلا تعمله منه سيف اس وتخليه وورد وتبدأ تشتغل عليه. فبنتفق على الوحدة، هل احنا نشتغل بالمليمتر ولا بالمتر ولا بالبوصة ولا بالانش، فلازم كلنا نكون متفقين على نفس الحاجة. هنا بنتكلم بقى على الجزء بتاع التسميات، بتعمل فولدر مثلا اسمه كذا وتحط جواه الفولدرات كذا، وهتبدأ مثلا تسمي الملف بتاعك، هتعمل مثلا حرفين مثلا AR مثلا، وبعد كده شرطة، وبعد كده اسم المنظمة، وبعد كده شرطة، وبعد كده زون أو سيستم، وبعد كده شرطة، وبعد كده تكتب الليفل 0102 أو GR، وبعد كده التايب بتاعك هل ده معماري ولا إنشائي، والرول والديسكريبشن زي ما أنت هتشوف دلوقتي. البروجكت اسم المشروع، تقدر تختار حرفين أو ثلاثة حسب ما الاتفاق بالشكل دوت. FTR، فأول ما تبص كده تعرف FTR، تعرف المشروع ده اسمه إيه، ده اسم الشركة، ده اسم الزون اللي موجود فيه. طب انا مستراكشر موديل فور ستراكشر سكول بروجكت ات ستيج اي، فتعرف ده هو ستيج اي. تمام، ممكن بعد كده تحط شرطه مثلا وتكتب ده ريفيجن كام. تمام، فيبقى سهل عليك ان انت اول ما تبص على الحاجه تعرف ان ده المشروع ايه. زي لما انت تبص كده تقول ار في تي، ده ريفيت، دي جي ان ده مثلا برنامج كذا، ده ال ان دبليو دي ده نفس وركس، فبيبقى سهل على الواحد. دي اسامي الليارات في لما تصدر الاوتوكاد، رول سبيسيفيكيشن ديسكريبشن وهكذا، وبيبدا بقى يديك اسامي معينه بحيث ان انت اول ما تبص على الحاجه تعرف اللوحه دي بتاعت ايه. يعني مثلا انا عايز افتح لوحه المعماري بتاعت الجراوند، في ناس تبدا ترتب البيزمنت 00 واللي بعديه 01 وبعد كده الجراوند يطلع 07 مثلا، لا هو الافضل ان انا اخلي الجراوند جي ار البيزمنت 1 بي 1، بحيث ان انا من اول مش لازم افتح 20 لوحه عشان اوصل للوحه اللي انا عايزها. تمام، وبعد كده بتكلم الفيو نيم هيبقى يعني اسمه ايه، ممكن تكتب ليفل اوبشن، ده ممكن تكتبه ما تكتبوش، كونتنت ده في ايه. تمام، انا عايز اول ما ابص على اسم الفيو اعرف ده التكييف بتاع الدور الثالث، ده المعماري بتاع الدور الخامس. اسم الشتات، الانوتيشن هتبقى شكلها ازاي وهتتكتب ازاي، اللاين ويت، اللاين باترن. هو هنا بيقول لك بص على السوفت وير سبيسيفيكيشن. تمام، الدايمنشن هيبقى اسم الدايمنشن مكتوب ازاي، بحيث ان انا اول ما اشوف الدايمنشن اعرف الدايمنشن ده المعماري ولا الانشائي ولا الايه. الريسورس سوفت وير، اللايبراري كنوت، هو بيقول لك شوفهم في قلب الكود. تمام، هو هنا في الاخر بدأ يحط لك طريقة التسمية، يعني مثلا لما تلاقي عندك architecture هتخليه ايه، عندك بي هتخليه اللي هو البيلدنج سيرفيس،
السي سيفل انجينير، وبعد كده لو هو بريتش هتكتبه سي بي. دي اسماء، طريقة تسمية بالتعود، هتلاقي نفسك اول ما تشوف اللوحة تعرف دي عبارة عن ايه. ده انا بديك مثال ان انا مثلا ال work in progress يبقى في فولدر للكاد، وفولدر للبيم، وفولدر للشيت فايل، وفولدر للاكسبورت، فولدر للفاميليز. ممكن الاكسبورت دي تبقى فيها مثلا الصور، ويبقى فيها الاكسل، وفيها هتبدأ يعني تشوف ايه الملفات اللي هتتحط هنا في الاكسبورت. ممكن تحط فيها ملفات الجي بي اكس ام ال مثلا، دي فولدر، دي البابلش، الارشيفت، دي ملفات اللي لسه جايلك انكومنج، دي الريسورسز تمام، اللي هي بتاعت البلوك واللوجو والستاندرد اللي هو كل الناس هتستعين بيها. يعني كل الاقسام هتسحب التايتل بلوك هنا، بحيث اول ما تغير تغير في كل الاقسام، اللوجو بتاع المشروع، الستاندرد اللي احنا شغالين بيه اللي هو الكتاب ده مثلا، او ممكن تحمل الستاندرد بتاع بيم اريبيا وتشتغل عليه. وبالتوفيق.